تعرف تتجوز بالاستغفار، تعرف تجيبي عريس نقطة بالاستغفار، تعرف تخلف بالاستغفار، تعرف تحل مشاكل حياتك بالاستغفار، تعرف تفك الحسد والعين اللي انت مصاب بيها بالاستغفار. يا اخواننا صفقات العمر مع الله والله، ولكن مين اللي ينتبه لهذا؟ مين اللي ينتبه ويجروا ارقيني؟ هتقولي واحد يقرأ عليا، هتقولي يا ابني انت معك الكنوز في يديك، ولكن علي همتك شوية. يعني ايه سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار ده 10 كلمات. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي قال عليه الصلاة والسلام إن اللي يقول ده بيقين بالليل، يعني أنت الوقتي لو قلت الذكر ده بيقين، لو مت قبل الفجر تبقى من أهل الجنة.